انا الى سمحتوا غادي نتكلم لكم على التنظيم الجديد ديال الجامعه المغربيه اللي في الحقيقه وهذا الشيء بيان سيو حنا كنعرفوا بان كاين اخفاقات وكاين مزايا كل واحد دوز حقه في الوزراء السابقين وكاين اللي نجح في واحد عدد المسائل وكاين اللي ما توفقش لان هاد لي سيكتور هادو راهم صعاب ما ساهلينش وكونوا متاحين اخوان ديال الحركه كتعرفوا بان الوزير السابق صديقي زعما ما غاديش شاين ولكن خصني نقول الصراحه كيفاش حنا كنشوفوها فلهذا انا غادي نبني القدام باش نحاول عبركم توجه للمغاربه توجه للطلبه اللي يتخرجوا هذه السنوات المقبله وهذه السنه هذه اش كيتسناهم في المستقبل ان شاء الله. اولا هذه 20 عام في هذاك النظام ديال التعليمي ما تبدلش هذه 20 عام اليوم كاين حكومه جابت واحد النظام سميتو ال ام دي اجازه والماستر والدكتور اتفق اجازه 3 سنين وفيها تقريبا نفس البروغرام اللي كاين في ديال 4 سنين اللي كان في الباشلر دونك اجازه 3 سنين الماستر عامين زايده هي 5 سنين والدكتوراه 8 سنين هي 3 السوايع دونك 3 5 8 والكيرسوس هو كمل الطالب يمكن يختار المرحله الاولى ولا المرحله الثانيه ولا المرحله الثالثه يمشي حتى لاخر المطاف هذه القضيه ديال في الاجازه كتعرفوا بانه كاين الهضر الجامعي قلنا قبيله 49% من الطلبه كيخرجوا يمكن كاين بعض المشاكل ديال افكتيفمون ديال السكنه وديال هذا غادي نطرق لهم من بعد ولكن بالخصوص ما كيكملوش لان كاين اشكاليه ديال الدراسه واحد السيد كيدخل كليه الحقوق لانه يعني في الاطار ديال الاستقطاب المفتوح ما عندوش ظهر انه او النقاط ديالو ما يمكنوش ليه باش يدخل في الاستقطاب اللي هو محدود مشى للمفتوح دار الدواء قرا العام الاول ما جابش حتى الله عاود العام الثاني يمكن جاب مشى للدوزيام اني نجح داز الدوزيام اني في الدوزيام اني وقف هذا السيد هذا من بعد ما قدرش يكمل لان ما عجبوش هذوك يعني الدوس اللي كياخذ ديال الدواء وما عجبتوش هذيك الشعبه وبغى يدوز لبلاصه اخرى ما يمكن ليش مشى للحيط مشى للحيط وهذا البرنامج الان اللي جابت به الحكومه هو هذاك الحيط بغينا نرجعوه باب بانه بلي يوصل للسنه الثانيه انه يمكن يدخل مع هذاك الباب ويمشي يقلب على واحد يعني تكوين اخر يمكن الاقتصاد يمكن حاجه اخرى وكيمشي باللي كريدي اللي عنده اللي خداهم اللي كل اللي نجح بهم لانه اليوم ما غاديش تسنى سنه باش تنجح تدوز واحد الامتحان على فان لاني في الاخير السنه وتقول انا نجحت كاين دي كريدي وكل 4 شهور فيها لي كريدي ديالها كاين العام فيه 6 ديال لي سيسيون كل سيسيون فيها 4 شهور الله يهنيك لاله ما جاوب وحتى انتم كتسولوا خصكم تسمعوا الجواب إلا سمحتوا دونك هذا السيكل فيه 6 ديال الدورات 6 ديال لي سيسيون كل دوره فيها 4 شهور بلي غادي يدير 6 ديال الدورات ديال 4 شهور غادي يكمل لا ليسونس ديالو عاطينو بغينا الطالب المغربي يتمكن من عده مهارات اليوم خصو يكون عنده دي سكيلز اللي كنشوفوها اساسيه في لا فورماسيون ديالو اللي هي المهاره الاولى هي اللغات على الاقل كل طالب
خصو يتقن جوج لغات. المهارة الثانية بغينا الطالب يتكمل يتمكن من ديجيتال الذكاء الاصطناعي أو. المهارة الثالثة هي المهارة المعرفية الامباورمنت من خلال التمكن من الموروث الثقافي التاريخي والفني ديال بلادنا. دونك اي طالب غادي يدخل يقرا الدروه ولا غادي يقرا الحقوق ولا يقرا الاقتصاد ولا يقرا شي شعبه خاصو هاد الدروس يتلقنهم، وهادو كيمشيو معاه بلي كيربحهم يعني كياخذهم معاه باش يمشي للسيك الخوين اللي غادي تسميتو ما كيضيعش فيهم، دونك الباب ما كيتسدش عليه. كذلك انه في هاد الدورات السته اللي غادي يديرهم وتبقى على خطأ نقول لها مرحبا بها اسمح لي انا قلت لك مرحبا بك مرحبا بك. إذن عاد بات لكم المرأة تفضل السيد رئيس. إذن إذا سمحتوا نعاونك تفضل لا تفضل 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 لا تفضل 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 سي ابراهيم تفضل هذيك اللي جبدات الصداع هذيك اخوان الله يخليكم الله يخليكم الله يخليكم. لا هضرنا على الحلاقي ديال 10 سنين ما كنتش كنحلق انا كنت كنخدم. إذن تفضل السيد الرئيس. المهارات الأولى هي تكلمنا على اللغات الديجيتال، التمكن من الموروث الثقافي الفني لبلادنا. غادي يمكن للطالب بأنه غادي يمشي في واحد الطريق وإلا ما عجبتوش يمكن يدخل من واحد الباب ويدوز ثاني لواحد سميتو كيمشيو مع لي كريدي ديالو باش يحاول يربح ما يمكن من الوقت باش يكمل الدراسه ديالو. دونك هذا غادي يتم احداث جسور يعني دي باسويل وغادي نحاربوا به لي ديكوشاج ديال لونيفرسيتي والهضره الجامعي. الاصلاح الجامعي بغينا فيه تعزيز الاستقطاب المحدود وخلق فرص جديده في الاستقطاب المفتوح. كاين 1,250,000 طالب فيهم تقريبا 1,200,000 اللي كيمسيو الاستقطاب المحدود، هذوك هما اللي عندهم 8% ديال الشوماج وعندهم لا ريوسيت ويمكن لهم ينجحوا ويلقاو واحد العمل. الشيء الاخر اللي عنده الاستقطاب المفتوح يعني لانه ما نجحش واحد العدد ديال لينكوكو في واحد المدارس اللي هي كبرى كيمشي للكليات وكيمشي كيفاش غنعالجوا هذه القضيه للمستقبل؟ الى نقدروا نقولوا حنا يمكن اليوم عندنا 15% اللي كيمشيو للمحدود نديروا مجهود كبير نوصلوا على 20 ولا 25% وما نهتموش بهذاك اللي هو مفتوح. ولكن السياسه اللي جينا بها ان خصنا نهتموا بهم جوج. اولا التعزيز ديال ذاك المفتوح باش يدوز ان شاء الله ال 15% ل 20% ولا 25%، وكذلك خصنا نهتموا بهذاك اللي هو مفتوح. هذاك اللي مفتوح بغيناه فلوس منه يكونوا عندنا دي ليسونس ديكسيلونس، انه غادي يدخل لواحد الجامعه فيها كليات ولا يمكن يدرس فيها، وفي داخل الجامعه مطلوب السيد الوزير كيطلب من الجامعات باش على الاقل كل جامعه توجد ليه دو زيكول لداخل جوج
ديال المدارس اللي هي كبرى باش يقدر يدوز من الشعبه ديالو ديال الدروه او ديال الحقوق ولا هذا، يقدر من بعد عامين ديال الدراسه مثلا انه يدخل لهذيك يعني المدرسه المتخصصه. على سبيل المثال جامعه ديال اكدال برباط غادي يخلقوا، السي لوزير قال لي غادي يخلقوا هاد السنه بيزنس سكول ديال اكدال. الا مشيتي للجامعه الكليه ديال السويسي غادي يديروا الكوميرس انترناسيونال والاستثمار، يعني وزيد وزيد، يعني في كل منطقه في كل جهه غادي يكون امكانيات انه نخلقوا باش عاوتاني كنديروا دي باسخيل. ها انت دخلتي ولكن الامل ما وقفش، لان المردوديه اللي كانت عندك في البكالوريا يمكن من بعد عامين تولي احسن، ومنها يمكن دير واحد الفيراج باش تعاود تدخل لشي حاجه اللي هي بغيتي. دونك هذا التواصل وهذا يعني لي باسخيل، يعني هذا الجسور اللي غادي نعملوا غادي تخلي بان هذاك الاستقطاب المفتوح يقدر يولي محدود شي وقت ما، يعني بالنسبه للطالب، وهذا بالنسبه لنا جد مهم. على مستوى ديال سميتو من بعد سيبوزون واحد عنده القضيه ديال الماستر، واحد قرا عامين قراها في الاستقطاب المفتوح، مشى ليكونومي ولا هذا قرا عامين جاب نقاط مزيانه، قال غادي اليوم بغيت ندوز للو ان سي جي، بغيت نعاود نطلب حظي بلي تكون الامكانيات موجوده، لان كل عام غادي نطلعوا العدد ديال الاقسام، يمكن يدوز الامتحان ديال لو ان سي جي، يمكن يلتحق، وهذوك السنوات ديال هذوك يعني الدروس اللي نجح فيها غادي تمشي معاه، غادي تمشي معاه ويتحسب ليه داك الشيء اللي غيقرا في لو ان سي جي كليسونس ولا كماستر، غادي يمشي معاه، تمشي معاه حتى للماستر، يعني انه يقدر يزيد ثلاث سنين وتولي عنده لا ماستر باش نبقاو في البرانسيب، يعني في المبدا ديال جوج زائد ثلاثه. دونك كل شيء هذا الشيء بغينا التعليم يكون، يعني لان التعليم ماشي شي حاجه دخلتي ليها النهار الاول، واحد العدد ديال الطلبه كيدخلوا للتعليم واحد العدد ديال سميتو ما كيلقاوش فيهم خطاهم، يعني كيخصهم يبدلوا وخصو يلقى كيفاش يبدل في الطريق ديالو. نجيو للدكاتره، الدكاتره خصني نشوف الوقت، الدكاتره بغيناهم كذلك يتمكنوا من العديد المهارات، لي دكتور خصهم حتى هما يديروا لي سكيلز ديال هادشي، خصهم اللغات، خصهم في الاخر يدوزوا امتحانات ديال الانجليزيه اللي هما باش يقدروا يديروا يعني يقراوا الكتب الكبرى وداكشي هذا كلهم، وخصهم يكونوا عندهم مهارات في البحث العلمي، وهذاك البحث العلمي خاصو يكون مطابق الاولويات ديال البلاد في الاستراتيجيه ديال في الاستراتيجيات ديالها. اليوم مثلا كيكون عندنا 4000 دكتور اللي هو اللي كيقراو، بغينا على الاقل واحد 1000 منهم يعني يكونوا كيشتغلوا كاساتذه باحثين، غادي يحاولوا يقريو واحد 5 ديال السوايع في الاسبوع في الجامعات، والدوله غادي تعطيهم واحد يعني واحد الامكانيات باش يقدروا يشتغلوا في هذيك 5 ديال السوايع اللي غادي. دونك بغينا استاذ يعني باحث كيقرا وميم طون كيقري وكيعطي من الوقت ديالو 5 ديال السوايع، ولكن ماشي سالير، كيكون عنده هذا ولو مونطون يعني الا ما كانش هذا راه 7000 درهم تقريبا الاستاذ. وكذلك هاد الفئه عندها الحق تمشي تخدم مع المقاوله ودير ابحاث مع المقاوله، دير لا ريشيرش مع المقاوله في المسائل اللي هي البلاد في حاجه، وهنا كنوجدوها باش تاهل مع المقاوله، غادي يبقى لها هذاك لو سالير ديالها، المقاوله يمكن ليها تزيدها وتمشي ودير البحث ديالها، واللي غادي يكمل ديك ثلاث سنين ديالو اللي جات من بعد 5 سنين هي 8 سنين غادي يولي دكتور، ويمكن راه في يعني اوبودي فيل في الراس ديال الخط ديالو، غادي يلقى الشغل مع المقاوله، والمقاوله حتى هي غادي تستافد. معلوم انه غادي نطلبوا من الاساتذه هاد الباحثين ولي دكتور بانه في الكيرسيوس ديالهم
ولا بدا ما يجيو شويه. كان واحد الوقت لي دكتور ديالنا كلهم كيمشيو للخارج باش يديروا يعني دي زيشونج باش يديروا تبادل. هادشي غادي نرجعوا ليه ان شاء الله في المستقبل وخاصها تكون في الكورسوس اون اوبليغاسيون. كاين نقطه اخرى مهمه اللي بغيت نتكلم عليها هي التعاقد بين الدوله والجامعات. غنمشيو في لابوش ديال لا كونتراكتواليزاسيون يعني التعاقد، التعاقد بين الدوله وبين الجامعات. اش نتعاقدوا معهم؟ كنجيو كنقولوا كنجيبوا عقود وفيها اهداف واضحه ومرقمه مع الجامعات. مضاعفه عدد خريجي كليه الطب ثلاثه المرات مثلا، اللي كنقولوا هذاك الشيء اللي وقعوه الساده الوزراء بالحضور ديالي انه بغينا نزيدوا العدد ديال الاطباء، وقلنا غادي نزيدوا ثلاثه ديال الجامعات فين غادي يقراو هاد الاطباء، وغادي نزيدوا العدد وبغينا نضعفوه ثلاثه، وغادي ندخلوا العدد ديال هاد السنه والسنه، وكيفاش غادي نديروا واحد البرنامج. هذا تعاقد، وتعاقد فيه دي مويان، وكتعطيهم الدوله هاد الامكانيات باش يمكن نتمشاو معاهم. بلي كنقولوا بغينا 20,000 طالب جديد بسلك الاجازه في التربيه. نهار اللي قلنا بانه بغينا الاستاذ تكون مهنه، يكون اختيار، خصو يدوز في واحد الكليه ديال مختصه ديال التعليم، احنا كان ديال التعليم وديال التربيه احنا فيه. اليوم كاين تعاقد بين وزاره التربيه وبين وزاره التعليم العالي، وقعوه كيقول لهم غنعطيكم هاد لي مويان، غنعطيو ها هو البروغرام اللي غادي كيفاش غادي يعني غادي تنشطوا، كيفاش غادي تقريوا الناس في السنوات المقبله. ها 1000 درهم لانك خصك تخرج في الشهر على الاقل، خطا بعض الشهور خصك تمشي تقري في المدرسه باش دير ستاج ديالك باش تشوف شنو هما التلاميذ وتعلم. ها 1000 درهم، ها الامكانيات اللي خصك، ها هو لو بروغرام. اي هاد السنه غادي ندخلوا ان شاء الله يعني 20,000 استاذ اللي غادي يدخلوا، ماشي استاذ، الطلبه اللي غادي ياخذوا باش ياخذوا المسار ديالهم باش يخرج يعني استاذ اللي هو بروفيسيونيل. الى زدنا يعني المهندسين الاوتو في افق 2026، كاين اتفاق مجال في المجال ديال صناعه السيارات والطيران لتكوين 100,000 يعني طالب في هذا الشيء. وهادو سي دي كونترا بروغرام مع الجامعات كيسنيوهم. غادي تكون لي 10,000 هنا، غادي تكون لي 5,000 هنا، غادي تكون لي 6,000، غادي نعطيك هذه الامكانيات. اي دونك غادي نحاولوا نجيبوا باش ان شاء الله الجامعات يقربوا يعني الامكانيات ديال اللي بغات الدوله واللي بغى يعني لو كلاستر ديال الاقتصاد ديالنا. كذلك الانتقال الرقمي، الانتقال الرقمي حنا الان في 8,000 اللي كنفورميوه كل عام، بغينا في 2026 نوصلوا ل 22,000، وبغينا في 2030 الحكومه المقبله نوصلوا على الاقل ل 50,000 ديال لا فورماسيون. ولكن هذه عندها التكلفه ديالها، عندها برامج ديالها، عندها الكاي شارج ديالها، عندها الامكانيات اللي خصها تكون، وخصها توقع وتسني بين الوزاره المعنيه، وزاره الماليه والقطاعات اللي هي معنيه. كاين شي حوايج اللي دخلوا جداد. الكود رمز 212، يعني هذه تجربه اوليه ديال هذا الشيء ديال الديجيتال اللي غادي يكون ابتداء من سبتمبر بروشان. هذا الشيء كله اللي كنقول لكم سي سبتمبر بروشان، يعني سبتمبر المقبل ان شاء الله. ماشي ماشي عاد كنخمو، السيد الوزير والوزارة ديالو اشتغلوا باش يكون هذا البرنامج ان شاء الله موجود ابتداء من سبتمبر بروشان، باش بلي يدخلوا التلاميذ لي زيتيديون طلبه يكونوا يعني موجودين في هذا الشيء. بغينا دونك هذا لو كود 212 هما دي سونتر، غادي يكونوا مراكز ديال هذا الشيء ديال الديجيتال. بغينا ندخلوا الذكاء الاصطناعي للجامعات ومن خلاله المقاولات. يعني في كل يونيفرسيتي، في كل جامعه
كل جامعة خص يكون عندها لو سونتر 212 غادي يجي أي طالب عنده الحق يدخل، وكاين تماك المؤطي والمكون، عنده ريزو، عنده الواي فاي وكيشتغل، واحد يعني ليسباس كووركينغ مشترك ديال العمل، يقدر يجلس، يقدر يتعلم، يقدر يشوف هذا ويشوف الحلول ديالو. اليوم كتمشي في واحد العدد، الا مشيتي عند ابل ولا في الشركات كتجي مع الخمسه مع السته كتلقى شي واحد اللي كيدرس في وسط المكازا كيقول لها كيفاش دير. دونك هذا غادي يكون مفتوح باش نعطيكم غير المثال، وغادي يكون الامكانيه ديال لي سيرتيفيكا. وسمحوا لي قبيله نسيت بلي كنت كنتكلم على لي ليسونس. دابا بلي غادي دير عام ولا عامين ولا ثلاث سنين، كاين حتى اللي ما توفقش وما نجحش باش يوصل لليسونس وباش يدوز المراكز، الا نجح في واحد العدد ديال لي كور ديالو ديال الدروس يمكن ياخذ السيرتيفيكا ديالو. دوك غادي يخرج بان ديبلوم. يمكن السيد يدوز ثلاث سنين ويتلقى مع الحيط ويرجع له، خصنا نحلوا ليه شي باب. وهذا يعني كيظهر لي بانه غادي ينوع، غادي يغير النظره ديال الطلبه على الجامعه ديالنا. ملي نرجعوا للكود 212، هذا الكود 212 قالت اللي بغى يتعلم يتعلم، ولكن اللي بغى كذلك يدخل لهذا الكود لهذا الانستيتيو باش يسالي واحد استاذ معلم اليوم كيقرا في هذه المدرسه اللي قلنا بانه 20000 في العام، ولكن بغى يتعلم الكودينغ. ما فيها باس انه غدا بلي غادي يكمل الدراسه ديالو، في العش النهار كله كيقراو وليداتنا، وفي الليل عنده واحد ثلاثه د السوايع اللي كيكون في الدار ديالو كيدير الكودينغ وكيعيش بها وكيتمعش بها وكيخدم وداك الشيء. هذا يمكن لنا الاخوان اللي بغاو ياخذوا سيرتيفيكا في الكودينغ غادي نعطيهم ديال السيرتيفيكا، وغادي نحاولوا هاد لي سيرتيفيكا نرتبطهم من بعد الطلبه ديال الشركات. فهناك يعني غدا يمكن تجي مايكروسوفت تطلب لك يعني واحد سيرتيفيكا دو يعني ديال الذكاء الاصطناعي، لانك ولا غدا غادي يجيك كاب جيميني، ولا غدا غادي يجيك اوراكل. كاين هاد الطلبات اليوم، كيفاش كيجيو هاد الطلبات؟ هاد الطلبات كيجيو عن طريق شركات مغربيه اللي كتاخذ المارشي عند هاد الشركات الكبار، وكيمشيو يقلبوا على العامل البشري باش يقدروا يشتغلوا معاه. ما يحتاجش باش يكون عنده في البيرو ديالو، يمكن يكون في هذا ليسباس كووركينغ، يمكن يكون في الدار ديالو، ولكن خاصو لا فورماسيون. ولكن الا عندك غدا واحد السيرتيفيكا اوراكل، بلي كيعيط لك السيد كيقول لك انت عندك سيرتيفيكا وعنده في لاباز دو دوني وكيعرفك، كتشتغل دغيا. دوك هذه كلها امكانيات جديده ان شاء الله اللي غادي تعطى يعني في المستقبل. لابد ما نذكر بانه نحن بلي جينا باشرنا اشكاليه ديال التعليم، وباشرنا الاشكاليه ديال التعليم العالي والاشكاليه ديال الصحه، يعني من الاولويات، وما تسنيناش حتى الاخر باش نقولوا اش غادي نديروا. حنا في العام الاول وقعنا مع النقابات ومع الاساتذه واتفقنا معاهم، وداك الشيء اللي اتفقنا معاهم السي سنتيسي هو اللي كاين، ما غاديش نرجعوا فيه اللور، ولي ديكري ديال الاساتذه توقعوا بيبليي والناس تخلصوا ديال الاطباء، ولي ديكري ديال الاساتذه راهي سون فيزي با لي مينيست وداخلين في لو سيركوي وغادي يخرجوا غيدخلوا اكتيف من 1 جانفي. الاتفاق اللي كاين هو اللي كاين باش نطمئن الجميع. وهذا الاتفاق اللي كان راه حسن نوعا ما الاجور، ولكن ما جيناش وقلنا لهم صافي هذه 20 عام يعني ما كانت شي لوغمونطاسيون سالير، غادي نعطيكم لوغمونطاسيون سالير وصافي وحنا سالينا وكل واحد يمشي بحال. لا، اتفقنا معهم بان كاين اصلاحات،
إصلاحات كبرى اللي خص تكون في يعني في التعليم العالي، وهما الرافعة ديال النجاح ديالها. إلا ما خداوهاش بين يديها ما يمكنش تنجح.